بعد أن كانوا يشكلون 10% من مجموع السكان فيها، لم يتبقى منهم سوى 5% فقط. هذا هو حال المسيحيين في مدينة كركوك اليوم. رامي مع زوجته وابنه الذي لم يتجاوز ربيعه الخامس من عمره يحتفلون في منزلهم بأعياد الميلاد، وهم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على التشبث بأرضهم والوفاء لطقوسهم وعاداتهم في هذه المناسبة من كل عام. من التعابير البهجة اللي عندنا من عاداتنا وتقاليدنا هي شجرة الكريسماس اللي تلقاها بكل بيت، وحاليا بدأت تصير بكل البيوت وبالشوارع بالمولات، وهذا فشي كلش حلو. شجرة الكريسماس هي رمز ميلادي مهم جدا. راح أروح لك على أهم شيء اللي هو قداس الميلاد. بدون قداس الميلاد ما نعتبر أنه العيد صار، لأنه بهذا التجمع الكبير اللي صار، أعتقد زرت الكنيسة بهالأيام وشفت، يبلش عندنا إعلان ميلاد المسيح والذكرى خلينا نقول السنوية مع ميلاد المسيح. احنا نبدي اكيد قبل العيد كمعجنات والكليشة الاساسية، خلينا نقول ان تعرف اللمات اللي راح تصير هواية، فلازم خلينا نقول المجمدة تكون متهيئة لهيجي جمهور. اساسها مثل ما قلت هي كليشة، بس من ضمن الاكلات اللي احنا نسويها ونحضرها بايام العيد هي الكبة والباشا. اكو لازال عوائل محافظة على هذه شيء، يعني احنا ببيتي كانت معلمتنا انه لازم باشا تكون موجوده. كاتدرائيات القلب الاقدس الكلدانيه واحده من 4 كنائس هي ما تبقى للمسيحيين في كركوك. رامي مع عائلته كانوا حاضرين لاحياء قداس عيد الميلاد، وهم يستذكرون رفاقهم واصدقائهم واقرباء لهم هاجروا البلاد. الأمنيات هي كثيرة، لربما أنه السلام هو الأمنية الوحيدة التي ندعو إليها دائما وأبدا، ولكن يبدو أن أمنية السلام في العراق صعبة المنال. أمنياتنا أنه يسود الأمن والسلام في كل أرجاء العراق وعايد كل أهلي وقاربي وأصدقائنا، وأتمنى حياة سعيدة للجميع. الأمن والسلام رسالة السيد المسيح، هذا باختصار كل ما يطمحه ويتمناه المسيحيون. عام جديد علّه يجلب معه بصيص أمل يعبر بهم من ضفة الألم إلى ضفة الأمل، في بلد أنهكته الصراعات والحروب وسحقت فيه الأقليات. وتبقى أحياء وأعياد رأس السنة الميلادية في منازل المسيحيين أمرا مهما في كركوك، وذلك لتكتمل صورة تعدد الأطياف، وهم يزينون الشجرة المجيدة في طقوس عنوانها المحبة والسلام. حيدر عودة، اليوم، مدينة كركوك.